بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس التاسع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر الغيب. وقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الآية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الغيب هو الشرك والتردد، عدم الجزم، عدم الجزم إن كنتم في غيب مما نزلنا على العبد يشاركين في صحته أنهم في الجزاء. فالمؤمن لا يسمى مؤمنا إلا إذا كان خالي قلبه من الغيب والشكوك في دين الله عز وجل، يكون موقنا صحة هذا الدين من غير أن يحتجه شك أو تردد. فإن كان عنده غير أو تردد فليس بمؤمن. ولهذا قال جل وعلا: إنما المؤمنون على حسب. إنما المؤمنون أي الذين يستحقون هذا الجسم، الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ربا معبودا، آمنوا بأسمائه وصفاته ورسوله، آمنوا برسوله صدقوا رسالته تبعوه، ثم لم يكن عندهم تردد أو شك في إيمانهم. إنما المؤمنون على حسب، أي ليس غيرهم الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لم يرتابوا أتبعوا هذا العمل جاعلوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، جاهدوا بأموالهم بأن جهزوا الغزاة وأعدوا العدة لجهاد الكفار من أموالهم الذي يرسل دماء وأنفسهم، إن شاركوا في القتال وخاضوا المعركة مع الكفار ابتغاء وجه الله وطلبا لنصرة هذا الدين ولإعلاء كلمة الله، لعلامة الصدق اللي جاء في سبيل الله يعرض نفسه للخطر ويتوفى، هذا دليل على صدق إيمانه. أول إيمان دعوة الله، ليس الإيمان بالقلب فقط كما يقول المرجئة، إنما الإيمان قول واعتقاد وعمل. وجاء هذا في سبيل الله، ولا يكون المؤمن المجاهد في سبيل الله إلا إذا أخلص نيته وكان قصده فعل كلمة الله، تكون كلمة الله هي العلم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل بشجاعة يقاتل حميد ويقاتل من أجل المرأة، نعم أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
جاهل بأمواله، جاهل بالكفار بأموالهم وأنفسهم، لا يجهل أي الذين اتصفوا بهذه الصفات آلهة ولم يرتعدوا وجاهلوا أولئك هم الصادقون. الصادقون في قوله إيمانا، لأنها رد على الأعراض الذين قالت الأعراض آمنا ولم تؤمنوا لكن قولوا أسلموا، يعني دخلنا في الإسلام. أما الإيمان فهو أرفع من الإسلام. قد يسلم الإنسان ولا يملك يسلم، ليس فيه إيمان. الإسلام قد يكون معه إيمان وقد يكون ليس معه إيمان. ولذلك قال كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، يكون منافقا استسلم في الظاهر وانقاد في الظاهر لكنه في قلبه كافر. فهذه الآية تدل على أن الإيمان لا يكون إيمانا صادقا إلا إذا لم يكن معه غيره، ثم لم يرتاب ويكون معه عمل جاهل في سبيل الله بأمواله وأنفسه. نعم. وقوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم. من قطع سورة البقرة قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب يعني القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب أنه من عند الله، ولا ريب فيه ما أخبر عنه من علوم الغيب، لا ريب في صدقه، صدق هذا القرآن. الذي يتشكك في القرآن ليس بمؤمن، يعني يحتمل انه صحيح ويحتمل انه ما هو صحيح، او قال ان العلم الحديث يخالف القرآن، هذا في قلبه رأي الشك، أليس بمؤمن. إذا ظهر للناس أن بين القرآن وبين العلم الحديث كما يسمونه مخالفة، فإننا نستهزئ بهذا القرآن، القرآن لا شك أنه صدق، وأما النظريات، نظريات الناس، فهذه تحتمل الصحة وتحتمل الخطأ. القرآن قطعا انه حق، واما نظريات الناس فانها تحت، فاذا تعارضت مع القرآن دل على انها باطله، دل على ان هذه النظريات باطله. القرآن يحكم عليها ولا تحكم عليها. الذي يتشكك ويقول العلم الحديث والقرآن الظني وهذا العلم الحديث هذا قطعي بما يقوله من الضلال، يهمون الوحي الى الظني، وان هذا هذا الضريب، قوله الظني هذا هو الضريب لا هو الشرك. ويقولون النظريات او العلم الحديث او التجربة على قطعين، ويقالوا لهم كذبتم، القرآن لا يأتيه باطل بين يديه ولا من خلفه. أما النظريات البشرية إنها عرضة للخطأ والصواب، فإذا تعارضت مع القرآن رفضناها واعتقدنا أنها باطلة أبدا. نعم.
ما يتعارض القرآن لا يعارضه شيء، مهما بلغ هذا الشيء من تعليم الناس وتقليد الناس لا يعارض القرآن أبدا. الذين يؤمنون في الغيب ما غاب عنهم كيف يؤمنون بشيء لم يشاركوا؟ آمنوا به بناء على الأخبار الصادقة، يصدقون الأخبار التي جاءت في القرآن جاءت في السنة يصدقونها ولو لم يروا ما دلت عليه، يصدقونها ولا بد أن يقع ما دلت عليه إما قريبا وإما بعيدا، إما في الدنيا وإما في الآخرة قطعا لا يتخلف هذا. الله جل وعلا يقول ويخلق ما لا تعلم، ويقول سبحانه وتعالى لكل نبأ مستقر يعني وقت وسوف تعلمون، ويقول جل وعلا ولا تعلمن نبأه بعد حين. الإنسان لا يستعجل الحكم إذا أسفل على شيء من معاني القرآن ومعاني السنة لا يستعجل، يؤمن بأن القرآن حق فلا يستعجل في التردد والقدم على شيء من أمور البشر أبدا. القرآن حق من عند الله لا يتخلف أبدا، ولكنه له وقت يقول لنبأ استقر سوف تعلمون، والآن يظهر أشياء لم تكن موجودة من قبل والقرآن أخبر عنها جل وعلا أخبر عنها. ولهذا إذا رأى الكفار يوم القيامة النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب يا آيات ربنا ونكون من المؤمنين. يوم يأتي تأويل يعني الحقائق التي دل عليها أن ينظرون أي ما ينتظرون إلا تأويله، أي وقوع ما أخبر عنه القرآن. يوم يأتي تأويل يوم يقع ما أخبر عنه القرآن يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء يشفعون او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ هذا مآلهم والعياذ بالله، هذا مآلهم. فالانسان ما يستعجل بالعموم، بعض المغرورين بالعلوم الحديثه والدراسات التي يعتقدون أنها ما تقبل الشك ولا الرد إذا تعارضت مع القرآن تشككوا بالقرآن، قالوا القرآن غني وهذه قطعية واقعية ما يمكن، فلا الواجب العكس أن القرآن حق وأنت لم تثق بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم، فلم تثق بعلم القرآن قد يكون ما أخبر عنه القرآن لم يحصل بعد وسيحصل في المستقبل، لا تستعجل في الأمور. هذا هو الموقف الحق، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة دل على أن الإيمان قول واحد، ما يكفي أنه يؤمن بالغيب ويؤمن، لا بد أنه يعمل، وأساس العمل أساس العمل وأصل العمل الصلاة، لأنها هي ركن الثاني من الإسلام. فيؤمنون بالغيب هذا معنى الشهادتين، ويقيمون الصلاة هذا معنى الركن الثاني من أركان الإسلام. ومما رزقناهم يقول هذا الركن الثالث وهو الزكاة، دل على أن الدين ليس مجرد أقوال واعتقادات فقط، ولكنه قول واعتقاد
وعمل يجيب بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الدين وهذا هو الإيمان. ثم أخبر أن الرجاء عن الجزائر ولكن على هدى من الرجاء يسيرون في هذه الحياة على هدى، ما يصير عندهم سقوط أو أوهام ولا يعتريهم توقف مثل ما يحصل لأهل الغيب على هدى الرجاء، وأولئك هم المفلحون، حصر الهداية وحصر الفلاح فيهم، دل على أن غيرهم ليس مهتديا وليس مفلحا. نعم. وقوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، إلى قوله: وما نحن بمستيقنين. نعم، هذا خطاب، هذا خبر عن الكفار، خبر، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين، وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، يعني قيام الساعة انتهاء الدنيا والانتقال إلى الآخرة والحساب والجنة والنار، إذا قيل لهم هذا لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة، هذا هو الغيب، هذا هو غيب الشيء، ما ندري ما الساعة، إما ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، وما نحن بمستيقنين، هذا هو الغيب وهذا هو الشيء. ترددوا وشكوا في أقدار الله وأقدار رسله، وقال إن ما تفيد العلم واليقين وإنما تفيد الظن، ما نحن بمستيقنين، إنما هو ظن. وهذه نفس المقالة لردها الآن أهل الضلالة من المحتجبة وغيرهم، أن النصوص الوحي بدون السمعية تفيد الظن، وأما علم المنطق وعلم الجدل فإنما هو قواعد يقينية يحكمونها ويردون الآيات. ومثلهم أصحاب النظريات الحديثة الذين اغتروا بها واعتقدوا لها القداسة وأن من تقبل القرآن يرضى عندهم التعبير والشرك، لكن هذه النظريات يقولون ما تقبل نفس الشيء. هؤلاء هم الذين ذكروا معها إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا فحاقت، يعني ظهر لهم في الاخره سيئات ما عملوا في الدنيا، وادركوا انهم مفلحون لكن ما ينجيهم، وحاق بهم يعني اهلكهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم الانساء يعني نترككم في العذاب كما يسيكم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من عصر، هذا مآله والعياذ بالله. واجب على المسلم ان يعيش على اليقين وعلى الصدق ولا يكون عند التردد، فان عرض له وسواس او عرض له شيء من الشكوك فانه يدفعها، ولا ما أحد يسمع من المساوس لكن يدفع أو سمع ما يقوله هؤلاء لا يتصدق بل يدفع، يدفع بالاعتقاد الصحيح، يدفع باليقين ويكذبها، في أولى بالتكذيب من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وكان معاذ رضي الله عنه يقول في مجلسه كل يوم صلى ما نكره. عن ابن جبل رضي الله عنه الصحابي الجليل
أعلم الصحابة بالحلال والحرام بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله حكم جسم الملك المرسلون. الله حكم يحكم بين عباده جسم يعني عدل حكم عدل. أما المخلوق فإنه قد يكون عنده جور يكون عنده جور وهوى. حكام المخلوقين يكون عندهم هوى ويكون عندهم جور. أما الله جل وعلا فإنه حكم فسق يعني عدل. الفسق معناه العدل وأن يحكم بينهم بالقسط وأن يحكم فأحكم بينهم بالقسط يعني بالعدل. فعندنا الفسق وعندنا الاقتصاد عندنا الاقتصاد أو الجور يقال أسقط اقتصادا فهو فاسق أصطن فهو فاسق يعني جارية. وأما الفاسقون فكانوا لجهنم حسب الفاسقون وأما الفاسقون يعني الجارون فكانوا لجهنم حسب. فقصط الثلاثي هذا معناه الجور قصط يعني جار فهو فاسق يعني جارية. وأما الفاسقون يعني الجاهلين كانوا في جهنم حطب. أما المقصد هو معناه العادل. فأقصد الرباعي هذا معناه عدل أقصد يعني عدل فهو مقصد يعني عادل مقصد يعني عادل. والله جل وعلا حكم الفسق يعني عادل. نعم. قال الله حكم القسط هلك المرتهون. هلك المرتهون هذا محل الشاهد الذي يصف في حكم الله يتهم حكم الله الناس هذا مرتهن في ربه عز وجل وهو هالك يعني هالك في دينه وهالك في دنياه وهالك في أكبر فيه. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه الله حكم قسط. نعم. قال ابن مسعود نعم عرفنا لا أحد يستهل الله جل وعلا في أسبابه وحكمه وقضائه وقدره فهموا ذلك في النفس أو بأنه ما هو يقين أو أنه ليس يقينا إنما هو محتمل كما يقولون. فهذا هو المتردد وهو الشك في ربه عز وجل. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن من اليقين ألا تلقي أحدا بسخط الله ولا تحمد أحدا على ما أتاك الله ولا تلوم أحدا على ما لم يهدك الله. إيش علامة انتفاء الغيب من القلب؟ علامته ما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث إن اليقين ضد الشك نعم. لا تغفل أحدا بسخط الله. نعم. إذا تعارض إرضاء الله وإرضاء المخلوق إن أرضيت المخلوق أسخط الله وإن أرضيت الله أسخط المخلوق. إذا تعارض فيجب أن تقدم إرضاء الله جل وعلا. في الحديث من يثبت رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن يثبت رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا الحديث كتبت به عائشة رضي الله عنها إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه لما طلب منها النصيحة بعد توليه الأمر كتب إلى أم المؤمنين تطلب منها النصيحة ليستعين بها
فكتبت له هذا الحديث. وهو منهج يشير عليه الشافعي انه يراقب الله عز وجل ولا يراقب الناس رضوا او سخطوا، وانما يراقب الله يتبع ما يرضي الله سواء رضي الناس او سخطوا، ولا يتبع ما يرضي الناس ويسخط الله جل وعلا. هذا منهج يصير عليه الوالي، يصير عليه اي مؤمن، اي مؤمن سواء كان واليا او غير والي، يصير على هذا المنهج انه يكون همه ارضاء الله جل وعلا في اعماله واقواله، ولا يتملق للناس يمدح الناس بما ليس فيهم من اجل ارضائهم او نيل عطائهم بما يسخط الله عز وجل. نعم، لان بعض الناس ما هم الا ارضاء الناس، ولو بالمعاصي ولو يعطيهم ما يريدون، اذا كانوا يريدون الاباحيه والحريه يعطيهم هذا من اجل يرضيهم، من اجل يرضيهم يكسب ودا بزعمه. والواقع هو ان القلوب بيد الله، ما يقنعون منك ولا يرضون عنك مهما اعطيتهم، ما يرضون عنك سيعادونك لانك اسخطت الله فاسخطهم عنك، ولو اعطيتهم حريتهم واعطيتهم ديمقراطيتهم كما يقولون، فعليك ان تطيع الله عز وجل. هذا هو الذي يجمعك في الدنيا والآخرة، إرضاء الله. لكن قل من يصبر على هذا، قل من يوفق لهذا، صيف الإنسان يمتحن، فقل من يصبر وقل من يتيقن هذا. فهذا منهج سليم ومنهج واضح، أن تجعل الله بين عينيك دائما وأبدا، فإذا عرض لك أمر فانظر فيه، إن كان مما يرضي الله فخذ به ولو سألت الناس عليك سيحبونك فيما بعد، وإن كان إذا كان في رضا الله فخذه ولو سألت الناس عليك، وإن كان في سخط الله وإرضاء الناس فتجنب. هذا هو المنهج السليم، ولكن هذا لا يكون إلا ممن ليس عنده غيره، هذا نتيجة لانتفاء الريب من القلب وانتفاء الشك من القلب. نعم. ولا تحمد أحدا على ما آتاك الله. أتحمد الناس على ما آتاك الله؟ احمد الله جل وعلا، ولهذا الحمد لله أول نقرة في المصحف بعد البسملة معي الحمد لله، أي جميع المحامد لله عز وجل، لا يستحق المحامد المطلقة غير الله جل وعلا، لأنه هو المنعم لجميع النعم. أما المخلوق فإنه يحمد على قدر صنيعه فقط، يحمد على قدر صنيعه. أما الحمد المطلق الحمد لله، أي جميع المحامد أي لله جل وعلا. نعم. ولا ترون أحدا على ما لم يؤتك الله. إذا بعد طلبت شيء ولم يحصل اعلم أن الله لا يقدر لك، فلا تلوم الناس وهم السبب وهم اللي يقطعون وهم اللي لا، تعلم أنه لم يقدر لك، فلو قدر لك ما منعه لك، كما قال جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا منسك له وما منسك فلا مرسل له من الناس. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن عباس واعلم أن القلب لو يسمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالأمور بيد الله، الله هو الذي يحمد على كل حال، على السطى وعلى الضرر، يحمد على كل حال، لأن الضرر قد تكون في حقك خير، وإن كانت الظاهرة أنها ضرر لكن عاقبتها
أنها خير لك. ولهذا في الحديث ما عجب لأنه المؤمن إن أمره كله عجب، إن أصابته سر شكر عليها كان ذلك خيرا، وإن أصابته ضر صبر عليها فكان ذلك خيرا له. فليس ذلك إلا للمؤمن، إلا للمؤمن. فرض عن الله جل وعلا سواء أصاب الخير أو أصاب الشر، فرض عن الله فرض ولا تسقط ولا تنجح، لأن هذا هو قضاء الله. ولهذا الحديث الذي سمعتم أو مر بكم فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فأبشر الأمر إلى القضاء والقدر ولا تدرك ترجعه إلى الناس يقولون الناس ما يجيب شيء لونه قدر لك ما نحصل. تعلق قلبك بالله هذا هو اليقين، هذا هو عدم الغير. نعم. وإن الله بعلمه ورسله جعل الله والبرق باليقين. الله جل وعلا بعلمه وقصته يعني عدمه جعل الروح عند الراحة والفرح اليقين، المستيقن مرتاح، اللي عنده يقين هذا من المستيقن في دنياه ما يشجع ولا يصح، إن أصابه خير شكر الله عليه، وإن أصابه غير ذلك صبر على ذلك فهو مرتاح. أما اللي عنده ضعف في الإيمان أو تردد أو شرك فهذا جهل، فهذا إن أصابه نعمة تطهر الله وتكفر ونسي الله عز وجل، وإن أصابه ضرر جزح وسخط وسكت على الله عز وجل. هذا الذي عنده غير عن الشرك، هذه نفسه تغير الشرك في القلوب. نعم. وجعل الهم والحزن للشك والسخط. جعل الله الهم والحزن، الهم الذي يصيب الإنسان الهموم، الهموم المقلقة، والحزن الذي هو التنكر على ما فات، في الشك يكون الإنسان عنده شك. أما الذي عنده يقين فهذا لا يصيبه هم ولا حزن، عنده يقين ما يصيبه هم ولا حزن، أن يعلم أنه عبد لله وأن ما قدر الله عليه سيجري عليه مهما فعل مهما تخصر، فلذلك ما يرتاح ولا يرتاح. يعني سيقن قلبه ثابت، ما يتزعزع مع الأحداث مع الكوارث، قلبه ثابت. أما الذي عنده شك وعنده غير فهذا يصير عنده تزعزع عند الأحداث عند الكوارث. وإن رزق الله لا يجره فرص خير ولا يرده كرامية كارث. إي نعم، هذا مثل ذلك في أول الحديث، إن رزق الله إذا قدر الله للشيء فلا أحد يمنعه من الذين يدفعون الخير للناس، ولا كره الخير للناس ما يجبرون يمنعون عنهم الخير، ما يجبرون يمنعون عنهم الخير. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير إلا ربكم، يريدون يمنعون الخير عن المحسوب لكن لا يقدرون على ذلك، ما يقدرون على ذلك، يتحسرون ويحبون. فالحاسد في هم وقلب إذا رأى نعم الله على عباده يريد أنها تزول عنه، ولا فلن تزول هي من أجله، لن تزول من أجله، فهو يشاهد النعم على الناس
يزداد غيرا وشدا وشدا في الله عز وجل واتهاما للقضاء والقدر. نعم ما عوض الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم يمنعون الخير من الله تعالى عن العباد من شده الحسد والحقد لكن لم يعذروا على ذلك. نعم وقال عمر رضي الله عنه يوم الحديبيه فعملت لذلك اعمالا. يوم الحديبيه هو الذي سماه الله فتحا. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا. الحديبيه لما منع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العمرة تقول مكة نزل أم الحديبية على حدود الشرق ما فيه مبنى الحرم إلا بسبب منعوا المسلمين من الدخول إلى الحرم ومنعوا الهدي الذي معه أن يصل إلى الحرم وحصلت مفاوضات ومجاولات ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان رضي الله عنه إلى مكة يتفاوض معه لأنهم يحترمون عثمان رضي الله عنه فأرسله إليه يتفاوض معه وشيع أن عثمان قتل. عند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أصحابه للبيعة على القتال لما بلغوا ان عثمان قد قتل علم على القتال وطلب من اصحابه البيعه على الموت بايعوا على الموت انهم يقاتلون لقد رضي الله عنهم به اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في القلوب انزل السكينه عليهم وأتاهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونه جزاء هذا الجزاء العاجل في الدنيا وما عند الله من الجزاء في الجنة أعظم لما صدقوا مع الله ورسوله وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت والقتال فبعد ذلك لما راى المشركون ان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه مصممون على اما العمره واما القتال ارسلوا رسلا يتفاوضون مع الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الصلح فصار هذا الصلح فتحا سماه الله فتحا وتبين لعمر انه مخطئ في تصلبه أمام هذا العبد وما قال هذا عن شرك ولا عن غيره ولكن من قوة رضي الله عنه من قوته يريد أن لا يعطي الكفار شيئا أبدا وهذا ليس من المصلحة في بعض المواقف هذا من المسلمين يتناكرون عن شيء من أجل ما يرتب عليه من المصالح التي هي أكبر فالمسلمين تنازلوا عن بعض الشيء لكن عوضهم الله ما هو خير مما تنازلوا عنه كان ذلك خيرا لهم وضررا على المشركين ولذلك سماه الله فتحا قال انا فتحنا لك فتحا مبينا عليه صلح الحديبيه تبين لعمر انه مخطئ ولذلك يقول جعلت احسب لذلك حسابا ويقول يا أيها الناس اتهموا الراية بالدين فلو رأيتني يوم أبي جندل عند الحديبية أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا آله يعني حاله رضي الله عنه أن يرد الصلح لأنه يرى في رضاه على المسلمين ولم ينظر ولم يعلم عن المصالح التي تترتب عليه
فهو نظر إلى نصف الكعبة ولم ينظر إلى ما يترتب عليه. لذلك نجم على مرتكب وصار يحسن لذلك حسابا. ولذلك صار رضي الله عنه من أحزن الناس من الآراء والأقوال المخالفة للكتاب والسنة. أحرص الناس على الاتباع والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فأكتبه درسا، أكتب هذا عمر والمسلمين درسا أنهم لا يعتمدون على أحكام الله ورسوله. ولو ظهر لهم أن فيها إضاءة فإن العوائد والمصالح أرجح مما فيها من ما يظن من الغضاء والعرض. فهذا هو اليقين وهذا هو الإيمان. ولذلك طاح عمر إلى أبي بكر شكا إليه كيف نرضى بهذا؟ قال أليس هو رسول الله؟ أليس هو رسول الله؟ قال تعالى فأنت اعتراضك، يعني لا يكون من اعتراض أبدا، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون المسلم إلا مسلما لله ولرسوله. هذا موقف أبي بكر، هذا موقف اليقين، هذا موقف اليقين والثبات عند الهزات عند المحن. الناس يتخالفون حتى المؤمنين يتفاوتون. اللي عنده قوة إيمان أثبت من الذي هو دون الإيمان يتفاوتون عند الهزات عند الحوادث. نعم. وقيل على قول صلى الله عليه وسلم لا قطعنا الايمان لو رضي بالله توكلوا بالاسلام دينا وبمحمد رسولا. اخرجه مسلم وعلى الله ولا تقطعوا الايمان. لا قطعنا الايمان، لا قطعنا الايمان، لا قطعنا الايمان، ما كنتم مؤمنين الا قطعنا الايمان. هو مؤمن لكن ما كل مؤمن الا قطعنا الايمان او حلاوه الايمان ما ينالها إلا خواص المؤمنين. متى يذوق الإنسان طعم الإيمان؟ من رضي بالله ربا والإسلام دينا ولم يحدث في خاطره شك ولا غير. هذا الذي يذوق طعم الإيمان يكون مطمئن القلب مطمئن النفس لا يتزعزع. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. هذا يذوق طعم الإيمان، الرضا، الرضا التام عن الله ورسوله. نعم. لا قطع، لا قطع من إيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أخرجه مسلم عن الأربعة رضي الله عنه. وفي الحديث الآخر لا يذوق حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه، لم يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود بالكفر قال إذا انقذه الله منه كما يكره أن يخلف في النار. كون يخلف في النار يتوضا وهو حي أو يرجع إلى الكفر شر. هذا المؤمن القوي الإيمان ما تساعد عن الإيمان. هذا يجوز حلاوة الإيمان. نعم.